الاول الاول اخر حيوان بس وخلاص صير الاول، اصير الاول رسمي. يس ثلاثة اثنين واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع اللعبة الجميلة Red Dead Redemption 2 Online. وبالمقطع هذا بشرح لكم المخيم البري الرهيب اللي يخليك تسافر لأي مكان تبي بكل سهولة، وراح يختصر لك وقت كثير وأكيد راح يعجبكم. وقبل ما نبدأ المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ. بشرح لكم يا شباب المخيم البري. المخيم البري هذا تقدر تسافر فيه اي مكان تبي، وانا هني انا ما عندي فاست ترافل، اقدر اضغط ال1 R1 انزل المخيم البري واسافر، اضغط مثلث اروح لاي مكان، مو شرط اروح للفاست ترافل واسافر، لا الحين اقدر اسافر من اي مكان ابي. مثلا ابروح وين؟ ابروح للسان دوني، اضغط راح يوديني على طول للسان دوني. بشرح لكم اياها حبه حبه. واخيرا جا الخيل واخيرا. الحين يا شباب بشرح لكم بكمل لكم شلون تسوي الفاست ترافل عن طريق المخيم البري. نروح للطبيعة اللي اسمها هاريت هذه. بشرحها لكم حبة حبة. نبدأ من الصفر إلى السلام عليكم. الحين قربت لها، خلني أغير السكن علشان ما تشوفني لابس سكن الحيوان تزعل علي وتقفل، علشان نفتح المخيم البري ونسافر لأي مكان نبي من أي مكان. نجي عند هذه، أول شيء لازم تشترون الوظيفة هذه، سعرها 25 قطعة ذهب. تجي عندها، إن شاء الله إنها ما تزعل بس، ونضغط مثلث ونشتري ثالث وحدة اللي اسمها الوايلد وايلدر نيس كام. نشتري هذه اللي هو المخيم البري. بعد ما تشتريه بليفل 5 تشتري الوظيفة، بعدين توصل ليفل 5 تشتري هذا الشيء اللي اسمه الوايلد. نطلع الحين بعد ما شرينا هذا الشيء اللي اسمه الوايد او المخيم البري، نرجع شوي حبتين. ونروح للإميرلاند اللي اسمه الإميرلاند رانش هذه. ونروح عند الفنس، هذا هو، هذا مكانه. الحين بروح له، بس خلوني اسافر سفر سريع. حلو شباب، الحين وصلت للإميرلاند، بروح للفنس بوريكم شلون تكملون الفاست ترافل، يعني تشترون الفاست ترافل المخيم البري كامل عشان ما ينقصكم شيء. بعد ما شرينا الوظيفة الطبيعة وشرينا المخيم البري، نجي عند هذا ونضغط عند باي ونلف R1 R1 R1. نشتري هذه اللي اسمها وايلد ترافل سكيل بيج، مدري باج، مدري بيج. اذا شرينا هذول الثنتين خلاص يصير عندي الحين الفاست ترافل متنقل باي مكان اروح اقدر اسافر. بس مجرد ما تقعد بالمكان هذا وتضغط ال1، بس ممكن بالنهار ما يصير، خلونا نتاكد اذا بالنهار ما يصير ولا لازم بالليل. لا يصير بالنهار. يفتح معنا بالطريقة هذه
والحين تقدر تسافر لأي مكان تبي من خلال المكان هذا. تسوي ريست، تقعد، مكتوب عندك الحين ترافل، ما يحتاج تروح للعلامة وتروح للمخيم وتروح ما أدري وين، الحين عندك التنقل السريع بالمخبأ على قولتهم. وبس أتمنى يكون الشرح واضح وسهل. خلاص الحين طلعت من المخيم وسلامتكم وتعيشون، راح يختصركم وقت كثير كثير حيل. خلوني اخذ الايفنت لاني انا واحد احب الايفنتات، بس هذا مكتوب الوايلد انيمال، واضح انه يعني تحدي صيد حيوانات. 5 4 3 2 1 لا ما اتوقع انه مال، لا لا مو مال، مو مال تصوير، هذا مال صيد، هذا مال صيد مو مال، هذا مال صيد يا شو اسمك، في مال تصوير معك حق، بس هذا حق صيد. حلو مال التصوير بس مو هذا هو. تكفى روح، انا 5 نقاط. هذا فاهم الحياة خطأ، قام يركض. ليش خلي، ليش سلاحي، ليش سلاحي سيء؟ روح الأول، روح استمر، روح لحد الحين الأول. يا جماعة في ناس فاهمين التحدي خطأ، تدرون واحد قاعد ياخذ جلود، مش قاعد يسوي هذا واحد. لا يبا خيل. والله الخيل عبالي واحد، عبالي حيوان. روح انا الاول لحد الحين، صرت الثاني. لا روح، هذا قدامي واحد. سرقته منه لي. ارجع 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 ارجع. الوقت خسروا شكلهم. هذا واحد، تكفى الاول روح. اوف والله في واحد ودعنا. والله في واحد ودع، شوفوا. بس انا ما ادري وين يرسبن الحيوانات. اوف والله يا جماعه الموضوع حظ، وين يرسبن الحيوانات عندك؟ المنطقه هذيك، المنطقه هذيك اللي فيها الحيوانات. والله راح 24 وصل هذاك. واحد قاعد يلعب بالحلال والله، ما ادري وين. والله قريب عندهم، قريب ماني بعيد. انا توني غاتلك، انا ليش ما مت؟ دعست عليه يا جماعة. لي. والله راح ودع هذا 34. ارجع بروح بروحي.
تكفى اطلع عندي. هذا واحد هذا واحد هذا واحد. سرعة. واحد ثلاثي روح. تكفى الأول. تكفى الأول. ما بيطلعوا الحيوانات سبحان الله. خلصوا. هذا واحد 33 روح واحد تكفى. اثنين وعشرين ثانية. هذا واحد 35 روح. الأول 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 آخر حيوان بس وخلاص صير الأول. أصير الأول رسمي. يس. ثلاثة اثنين واحد. ليش معطيني ذهب شوية؟ ليش؟ حلوة الحركة ها؟ هني أكون وصلت نهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة والسلام عليكم.